الصحافة خلاص. غياب في بعض الجهات وفي بعض الأماكن هذه المواد الغذائية، ومن خلال هذا هو مس باستقرار الاجتماعي للجزائر. على هذا الأساس احنا اجتمعنا وحددنا الموقف، حددنا البيان اللي نقراوه أمام الإعلام وأمام الصحافة، ومن بعد هذا البيان مباشرة تكون جلسة خاصة لتطبيق هذه التوجيهات وتحضيرنا لمواجهة هذه الوضعية هذه. وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع في عديد ولايات الوطن وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست قوت ومعيشة المواطنين، يقرر ما يلي: يقرر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربع للجمهورية وفي مختلف الجوانب ذات الصلة، ناهيك عن الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها، وذلك بهدف السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة وأنانيتهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء، وأن الجزائر الجديدة بمختلف مؤسساتها سترضع كل يد آثمة تحاول جعل قوت الجزائريات والجزائريين في المزاد، وستنسف كل مخططاتهم الدنيئة والبائسة. وإذ يشدد مكتب مجلس الأمة في الختام على أن سلطان القانون سيكون لذلك بالمرصاد من خلال المساءلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة،